مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. عم بتحضر ندوة جودي لمفاجأة كتير كبيرة رح يعلنوا عنها قريبا، حيث صرحت الأختان عبر حسابي على انستغرام بقريبا رح تعرفوا أغلب الناس عم تكتب أغنية، بس لا مو أغنية، شيء أكبر وأحلى بكتير إن شاء الله. فمن بعد هذا التصريح خمن عدد كبير من الجمهور أنها رح تكون عبارة عن مسلسل أو فيلم. شو رأيكم أنتو؟ اكتبوا رأيكم بخانة التعليقات. خلاف إيمو ونورمار لساته متواصل لحد الآن، فشارك نور ستوري على انستغرام ردا على ستوريهات إيمو السابقة. كيفكم يا جماعة الخير؟ شاء الله تكونوا بخير. في موضوع صغير انتوا عم تحملوه أكتر من قيمته أكتر من حجمه، تمام؟ أنا إنسان يا جماعة ما بحمل غل على حدا، إنسان ممكن عطيت لحدا كتير شغلات وما أخذت منه ولا شغلة، إنسان طالعت كم حشرة وصلتهم لعدد كبير، أنا صار لي 3 سنين لحتى وصلته، تخيلوا هم وصلوا بشهرين. وفوق كل هالشي أنا كله بحطه بدعم الأخوة بالرفقة بالشغل كله. ورجع إيمو رد بستوريها الثانية وخبر المتابعين أنه عم بيحضر لفيديو يحكي فيه عن اللي صار بالتفصيل. كيفكم يا حباتي يا الباتي؟ انتظروني بكرة على الساعة 4 قناتي، بدي أوضح لكم شوي أكتر، شوي بس بدي أوضح لكم. أي يا حباتي يا الباتي، اللي بحبوني نادولي، اللي وراي سندولي، المضغوطين ما فادوا حالهم بس فادوني. رجع شيرو من جديد ليوتيوب من بعد غياب دام أسابيع بسبب وضعه الصحي، فطمن المتابعين من خلال الفيديو عن حالته الصحية حاليا. أما سيدرا فقررت العودة ليوتيوب من جديد من بعد غياب طويل، وعم بتحضر لفيديوهات جديدة رح تنزل على قناتها قريبا. أما أنس وبيسان فعم بيحضروا لمفاجأة جديدة رح تنزل اليوم، حيث كانت عم بتشير بيسان وللمرة الثانية عن خاتم الخطوبة اللي بإيدها. شو رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا رأيكم بالتفصيل بخانة التعليقات. هلا والله حبايب القلب، انتظروا مفاجأة بكرة من بعد المستحيل من بعد الزمن الطويل. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.